بادي ادي بادي أتقدم لنا راسك اولا. شكرا شكرا بزاف، تبارك الله عليكم. عشنا الملك محمد السادس والله يشفيه. انا ابراهام افي زامر، تزاديت هنا في المغرب في الدار البيضاء، وجاي بزاف المغرب، شي 432 خطرات انا جيت المغرب. مشيت من المغرب كنت صغير 3 سنين، كنا عام في فرنسا، ومن هي وصلنا لاسرائيل. حنا 13 اخوان، انا مجوز، عندي 4 الاولاد و13 خفايات. تبارك الله. اولا مرحبا بك في المملكه المغربيه، لان المغرب تيبقى البلد ديالك. نحن جميعا رعايا صاحب الجلاله، وتجمعنا بيعه مباركه مع رجل عظيم اللي هو محمد السادس. البارح اول يوم كانت يعني مداخلات ديالك تتصب كامله في واحد النقطه، هي ان كاينه امور خاصة تصلح سواء مدينه مكناس او في المملكه المغربيه، في اطار التثمين ديال المدينه العتيقه، في اطار اعاده يعني الموروث الثقافي ديال المملكه المغربيه. الصوت العالي بالله سيدنا تيعطي اهميه كثيره. واش هذاك الشيء كيتنزل؟ نقول لك الحق، البارح انا ما هدرتش على المغرب كاع، انا هدرت على مكناس. علاش على مكناس؟ انا مكناس داخل ليا في قلبي. انا اول جيد، اول اجونس صحراء اللي حنا جايين لمكناس، اكثر من اي اجونس، من اي جيد في العالم كامل اللي جايين. تنديروا الدويره مينيموم 5 سوايع وبيتين هنا في مكناس، الاخرين جايين نص ساعه ساعه وخارجين، ولا الفاس ولا رابكازا، فهمتي؟ علاش هاد المشكلة هادي؟ أنا البارح هضرت معهم وأنا قلت له عام اللي فات صار 5 كنا هنا واحد الكونفرنس دي السياحيين، جاو 35 اجونس دو فياج من اسرائيل، وانا تكلمت معه وانا قلت مكالمه ديالي، وانا قلت لهم اش حص في مكناس اللي يجوا السياحيين من اسرائيل. ملي كتمشي لفاس، شنو الفرق ما بين فاس مثلا في اطار المستقبل ديالكم وما بين مكناس؟ واو بزاف مثلا قلنا بس اوتيلات، حاجه الاولى اوتيلات، كاينين اوتيلات كبار 5 نجوم، اي اسرائيلي اي يهودي من العالم كامل ما يباتش في الاوتيلات اللي هما 4 نجوم وتحت منه، ما يمكنش. مكناس يروشلايم القدس، يروشلايم القدس هي السماء، هي حدا الله، حدا الله مكناس قدس ديال الارض، قدس الارض. يروشلايم بالعبريه، يروشلايم شلمات القدس، القدس الارض. بالنسبه لليهود الان مدينه مكناس كتسمى القدس يروشلايم الياطا. وفكروا الطاس 13 و14 مكناس مع فاس، هما كانوا تيعلموا يهود كاملين في العالم التراث. علاش كانوا هنا بزاف الخاخامين، بزاف الجروند رابان توليدانو، رابان بوسيدان، رابان بن باروخ، رابان جروند رابان بن عماره، هادو رابانات كانوا هنا. كل شيء. المطلوب الان من المسؤولين على مدينه مكناس، حاجه الاولى اي بلاصه للسياحين تيوصلوا ليها لازم يكون تواليت، حاجه مهمه. تواليت ما كاينش، انا جاي دابا معهم مثلا نقف هناك في اكدل، لا يمشوا للتواليت، ما كاينش هنا التواليت. بابا المنصور ما كاينش تواليت، ملاح ما كاينش تواليت، لا يمشوا. خصوصا الناس كبار تيكونوا، يعني الناس معلوم ضروري يديروا تواليت في الزنكا، شوما ما كاينش. هذه حاجه الاولى. الحاجه الثانيه، دخلت لهذو البلاصات اللي انا قلت لك قبيله، مثلا الهري كان 10 دراهم، دابا ولا 70 درهم. ردوا 70 درهم وما مصوبش، دبلوها في صبعه وباقي ما مصوبش. فهمتي؟ هذه حاجه ثانيه. الحاجه الثالثه، البلاصات ما مصلوحين. واحد الحاجه بغيت نقولها لك، انتم يهود مغاربه، وحنا تنعرفوا بان ملي كتبغيو تدخلوا للمآثير ما كتكونوش، يعني انتم ماشي دي توريست، يعني انتم ماشي سياح. ملي حيت انا مغربي الا مشيت لشي بلاصه مدينه، كنظن بان هذه المساله خص الوزارات تاخذها بعين الاعتبار باش حتى انتم تخلصوا، لانكم مغاربه. انا بالنسبه لي حنا تنخلصوا بيه دبل من بيه اللي مغربي يشري من هنا لاسرائيل.
مثلا يخلص 500 دولار، حنا مخلصين 970 دولار الى جاي من اسرائيل. حاجه الاولى. حاجه الثانيه، اللي دخل في هذا الشيء فيزا. علاش حنا اللي زادنا هنا في المغرب، علاش خصنا فيزا؟ اسمح لي.